قال الناطق الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي اليوم إن أديس أبابا أبلغت الوفد الكونغولي بموقفها الرافض للوساطة الرباعية في أزمة سد النهضة، مؤكدة تمسكها بالوساطة الإفريقية. رفض الوساطة من قبل أديس أبابا يفاقم من حدة الأزمة، لا سيما مع السودان التي تتهم إثيوبيا بدعم الحركات الانفصالية في ولاية النيل الأزرق، وهو ما نفته إثيوبيا مؤكدة ثباتها على عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول الأخرى. رفض صريح للوساطة الرباعية، هكذا أعلنتها أديس أبابا بجلاء على لسان الناطق باسم خارجياتها الذي أكد تمسك بلاده بالوساطة الإفريقية لحل أزمة سد النهضة دون تدخل أطراف خارجية. وكانت مصر قد أعلنت دعمها المقترح السوداني بتشكيل رباعية دولية تضم رئاسة الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في أزمة ملف السد. وأكدت القاهرة في بيان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان اتفق على رفض أي إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع بهدف الاستئثار بموارد النيل الأزرق بحسب البيان. تعثر المفاوضات يضع المحادثات الدبلوماسية بين الدول الثلاث على المحك، مع إعلان أديس أبابا استعدادها لعملية الملء الثاني للسد في يوليو القادم، والذي تقول السودان إنه يهدد مصير 20 مليونا من مواطنيه. وقد أشعلت جذوة الخلاف مجدداً اتهامات السودان لإثيوبيا بالتدخل العسكري المباشر في منطقة الفشقة شرق البلاد، قبل اتهامها مؤخراً وبحسب وكالة الأنباء الرسمية سونا بتقديم دعم لوجستي لقوات جوزيف توكا في ولاية النيل الأزرق الجنوبية. وأضافت الخرطوم أن الدعم تمثل في تقديم أسلحة وذخائر وصلت إلى المنطقة في 27 من فبراير. وذكرت الوكالة أن الحكومة الإثيوبية تدعم الفصائل المسلحة بهدف مساعدتها على احتلال إحدى مدن الولاية بإسناد مدفعي إثيوبي بغرض تشتيت جهود الجيش السوداني على الجبهة الشرقية. إثيوبيا من جهتها نفت الاتهامات، مؤكدة أن مبدأها هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بل وأعادت الكرة إلى ملعب مصر والسودان عبر اتهامات لكلا البلدين بالوقوف خلف أعمال العنف في إقليم بني شنقول. ويرى مراقبون أن تأجج نار الخلاف يعيد أزمة سد النهضة إلى المربع الأول، وأن الدفع باتجاه وساطة إفريقية قد يكون مجدياً، لكنه قد يتطلب تدخل أطراف دولية للحيلولة دون إخفاق الحلول الدبلوماسية. انضموا إلينا لنقاش هذا الموضوع من أديس أبابا أنور إبراهيم الكاتب والصحفي الإثيوبي. على أن ينضم إلينا لاحقا من الخرطوم فؤاد عثمان أمين أمانة العلاقات الخارجية في المؤتمر السوداني في السودان. مرحبا بك سيد أنور إبراهيم. بداية، هل باعتقادك هذا الرفض الإثيوبي يعبر عن وصول الأزمة ما بين أزمة الثقة ما بين هذه البلدان الثلاث التي كان من المفترض أن تتفق، وصولها إلى مرحلة اللا عودة ونقطة اللا عودة؟ نعم، هي ليست بجديدة هذه، خاصة إثيوبيا التي كانت دوما تؤكد على تحركات إفريقية وكانت تصر بأن تكون هذه المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وذلك منذ فشل مفاوضات واشنطن التي كانت قبل قرابة العام، وهذه المفاوضات التي أججت هذا الخلاف وصعدته بصورة كبيرة جدا. فجانب الإثيوبي كان دوما يتمسك بالمفاوضات تحت الرعاية الإفريقية، وكان له دعوات بأن تكون هنالك يعني مشاركات أو كمراقبين، الدول الأخرى تكون كمراقبين فقط. ولكن الآن بعد أن اتفقت الدولتين وأصرت ودعت لمشاركات أخرى أن تكون القمة الرباعية أو المفاوضات تحت رعاية رباعية، شرفت إثيوبيا وكررت الهدف الأول الذي كانت تسعى إليه، عودة الخلاف
أو الملف إلى داخل البيت الأفريقي، وهذا ليس بجديد. أما فيما يخص التطور، فتطور ملف صدر النهضة الخلافي ليس بجديد. سيد أنور، إذا إثيوبيا كان نعم، تفضل سيد أنور. نعم، والآن الآن تغارب ما بين الجانب المصري والسوداني، فهذا هو حال الملف الذي يعني دوما الحراك السياسي فيه يعمل على تأويل هذه القضية وهذا الملف. لكن لماذا التمسك بالوساطة الإفريقية؟ ما الفرق؟ إذا المهم هو الوصول إلى النتيجة، يعني إذا كانت الوساطة الإثيوبية الوساطة الإفريقية تلتقي مع الوساطة الرباعية، فما الضير في ذلك؟ لماذا نظرت إثيوبيا إلى هذه المسألة بسلبية؟ نعم، إثيوبيا كانت ترى دوما أن هذا الملف أرجح ما بين عدة دول، وكانت هنالك محاولات من الجانب المصري أن تشارك روسيا من قبل والاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة، ولكن لم هذه المشاركات لم تعطي الملف أي دعم، بل عملت على خلق فجوات متطورة من وقت لآخر، كما شهدنا في مفاوضات واشنطن الأخيرة التي حقيقة أججت الملف بصورة كبيرة جدا. وكان هنالك سيد إبراهيم، هل تسمعني سيد إبراهيم؟ نعم أسمعك. وهذا الملف أيضا بعد أن شاركت الولايات المتحدة في الملف زاد تأزما وكبرت الفجوة ما بين الدول الثلاث وتأزمت القضية. كيف إذا كانت يعني كل الوساطة بما فيهم وزارة الخزانة الأمريكية، إذا كنت تقصد تلك الوساطة، هي كانت لتأمين أرضية مشتركة وتدعو الأطراف إلى الحوار، تتفق أو تختلف فيما بينها، هذا يعود إلى هذه الأطراف. نعم، ولكن البيان الذي صدر أيضا من الخزانة الأمريكية، وهذا البيان الذي اعتبرته إثيوبيا مجحفا في ظل الضغوط، ولم ينتظر البيان حتى ما تؤول إليه القضايا وعدم مشاركة إثيوبيا التي كانت لأسباب محددة، ولكن كان هناك تحامل على إثيوبيا حسب البيانات الرسمية والتي رأت بأنها لم تشارك في هذه المفاوضات. طيب، وكان هناك تحق بنا من الخرطوم فؤاد عثمان، أمين أمانة العلاقات الخارجية في المؤتمر السوداني في السودان. سيد فؤاد، رفضت أديس أبابا الآن هذه الوساطة الرباعية، ماذا بقي من الأوراق بيد كل من الخرطوم والقاهرة، خاصة وأنهما الآن تتحركان فيما يبدو واضحا أنه تنسيق وموقف شبه موحد؟ شكرا جزيلا، مساء الخير. في حقيقة الأمر بدأت إثيوبيا في إقامة السد في العام 2011. السودان أمن على حق شعوب نهر النيل وكل يعني الأنهر المشكلة لنهر النيل، سواء النيل الأزرق أو الأبيض، على حق الشعوب تلك الدول بالاستفادة من مياه النيل، وكذلك السودان من حقه طبعا أن يستفيد من تلك المياه. إثيوبيا بدأت في العام السابق بدأت ملء السد دون الوصول لاتفاق ما بين دول المصب اللي هي. لكن سيد فؤاد، يعني مصر. حتى لا نعود كثيرا إلى يعني هذا الخط الزمني التاريخي، الآن هنالك 4.9 مليار متر مكعب من المياه ملئت في داخل هذا السد، ليس هنالك أفق، الوساطة الرباعية رفضتها إثيوبيا، القلق يبدو واضحا على الحدود الإثيوبية السودانية، ماذا بيد الخرطوم والقاهرة؟ صحيح، الخرطوم عبر وزيرها وتقييمها الفني المفاوض، عبر وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس نيابة عن حكومة السودان الانتقالية، أعلن أنهم لم يصلوا مع الجانب الأثيوبي طيلة المفاوضات في الفترة الماضية إلى حل ينهي المشكلة المتعلقة بكيفية ملء السد وتشغيله عبر رعاية كريمة من الاتحاد الأفريقي، وطالبت بنقل الوساطة إلى وساطة رباعية برعاية الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأفريقي.
نعتقد انه ده يعني مطلب منطقي وموضوعي لانه طيب. زي ما قلت انا في البدايه طيله الاعوام الماضيه لم تستطع الوساطه ولا المفاوضات الطويله الى الافضاء الى اي نتيجه حتى الان بما اتفق عليه. طيب اثيوبيا مل طيب دعني اسال سيد انور هنا السيد العام السابق نعم. في يوليو سيد انور كأنه يفهم أن إثيوبيا الآن بين قوسين، يعني مناوئو الموقف الإثيوبي خاصة في كل من القاهرة والخرطوم يقولون أديس أبابا تبتزنا بأنها يعني لو سربت هذه المياه وهذا خيار جد مستبعد، لكن لو تم افتراض أنها فعلت فهذا سيؤدي إلى كارثة، هي لا تريد الوصول إلى اتفاق حتى تملأ السد وفق هواها، لذلك تعتمد على الوساطة الإفريقية التي عمليا طويت صفحتها. أديس أبابا بعدد من الاتهامات، التعنت هذا المصطلح الذي بدأ يتداول في وسائل الإعلام العربية بصورة كثيفة جدا، وهو مصطلح خرج من أحد الدول ولكن تم تداوله كأنه مصحف أو كتاب مقدس. للأسف الشديد الخلاف الآن أو الملف الآن بدأ يسيس بطريقة كبيرة جدا بعد أن كانت هنالك تقارب ما بين السودان وإثيوبيا، ولكن تم الاختلاف الآن أيضا مع إثيوبيا بعد أن تغير المشهد السياسي في السودان. الجانب الإثيوبي كان قد حسب متابعتنا للملف من الداخل كان قد أعلن منذ بداية المفاوضات بأنه لن يوقف العمل في السد ولن يوقف أي خطوة في السد مما طال مدى المفاوضات، وكأنه يعلم بأن هذه المفاوضات ستجر أو ستزداد فترتها وستطول هذه الفترة من وقت لآخر وتحدث بعض التطورات. شهدنا ذلك خلال المراحل السابقة بعد أن كانت النقاط الخلافية فنية بدأت الآن تتطور، لأن قضية الملأ الأولية كانت القضية الرئيسية، ولكن بعد أن اكتملتها إثيوبيا وتم إعلانها بصورة رسمية في المؤتمر الافتراضي الأخير تناست دولتان هذا الأمر. بدأ الآن التحدي هو عملية المرحلة الثانية من ملأ بحيرة صد النهضة، وأعتقد أن اتفقت الدول وجلست ستحلحل هذه القضايا، وكان هناك تفاؤل إثيوبي بأن الدول الثلاث يمكن أن تجلس حتى موسم الخريف، وهي الفترة التي يمكن إثيوبيا أن تبدأ فيها عملية الملأ الثانية وهي يوليو المقبل. وأعتقد أن هنالك تفاؤل داخلي في إثيوبيا حتى هذه اللحظة، وهنالك يعني مبادرة جيدة جدا، وحتى التمسك بالجانب الأفريقي أعتقد لا ضير في أن تكون الاتحاد الأفريقي هو الراعي لهذه المفاوضات، في ظل أن الدول الثلاث هي عضوية في الاتحاد الأفريقي، حتى إثيوبيا كانت ترى أن الاتحاد الأفريقي أو من الأخيرة يشكل ضغطا على إثيوبيا، لهذا مصرة على حل القضايا داخل الاتحاد الأفريقي دون أن تتدخل الدول الأخرى التي لا تعي بأهمية مثل هذه المشاريع لهذه الشعوب في المرحلة الحالية. سيد فؤاد، هل باعتقادك الخرطوم لديها وجهة نظر منفصلة قد تلتقي الآن مع القاهرة على سبيل المثال، لكنها وجهة نظر تراعي أو وجهة نظر سودانية خالصة لنقل تراعي اهتمامات السودان والسودان فقط فيما يتعلق بهذا الملف، خاصة وأن بعض التفاصيل والشيطان كما يقال يكمن في التفاصيل، بعض التفاصيل يعني بمستوى من الخطورة، أي قضية التوترات على التخوم السودانية الإثيوبية. قضية ملء السد النهضة كما قال ضيفك لا علاقة لها بالتقارب السوداني الإثيوبي في بداية المفاوضات أو التباعد السوداني المصري في فترة من الفترات، هي قضية تهم الشعب السوداني وتهم الحكومة السودانية، هي قضية أمن قومي سوداني، الأمن المائي قضية أمن قومي سوداني في المقام الأول. الجانب السوداني يعمل فقط على حفظ حقوق الشعب السوداني فيما يليه من الإمداد المائي. قضية ملء السد بدء ملء السد وتشغيله بدون الوصول لاتفاق مع الجانب السوداني، أوضح الجانب السوداني عبر وزير الري كما أسلفت سابقا إلى أن الملء بدون الوصول لاتفاق يؤثر تأثيرا سلبيا على الإمداد الكهربائي في السودان، يؤثر على سد الرصيرس بمنطقة النيل الأزرق، يؤثر على سد جبل أولية، يؤثر حتى على النيل الأبيض من قطاع الجبلين إلى منطقة الخرطوم، وحتى على نهر النيل من الخرطوم إلى مدينة عبرة، يؤثر على إمداد الكهربائي عبر سد الرصيرس
سيؤثر على عملية الزراعة على جانبي النيل، طيب. سيؤثر حتى على الإمداد المائي عبر محطات الشرب وطرمبات ضخ المياه. تلك قضية يعمل السودان على الوصول رغم ذلك يعني مع الجانب أستاذ الأسيوبي. فؤاد أنت تتحاشى نقطة التوتر على الحدود، دعني أسأل فيها أستاذ أنور لعل لديه إجابة أكثر تفصيلا. ما مدى الترابط الآن؟ السودان يتهم إثيوبيا بتمويل وتحريك بعض الحركات الانفصالية في ولاية النيل الأزرق. قبل ذلك كان هنالك اتهام سوداني لإثيوبيا بأيضا إثارة هذه، عفوا اتهام إثيوبي للسودان بإثارة النعرات خاصة في إقليم تيغراي وفي الحدود، وكل ذلك لا يمكن أن يفصل في سياقه عن أزمة سد النهضة. نعم الملف حديثة يعني منذ العام 2015. لا أعتقد دعني أسأل سيد أنور ثم أعود إليك سيد فؤاد. نعم منذ العام 2015 كانت دوما يتم ربط بعض التحركات داخل الأثيوبي بملف سد النهضة، وكان هناك اتهامات لمصر عقاب ثورة الشباب الأورومي في 2015-2017، والآن تطور الملف بعد الصراع في إقليم تيغراي، وكانت هنالك اتهامات. الاتهامات الأثيوبية هي بتدخل السودان في إقليم بنشنغول، وليس السودان وحده، بل حتى كانت اتهامات لمصر أيضا مؤخرا خلال الأسابيع الأخيرة، وكذلك السودان كانت له اتهامات بأثيوبيا. تظل الخلافات الآن هي خلافات سياسية، على الرغم من أن مشكلة الحدود السودانية الأثيوبية ليس بجديدة، وهنالك أيضا مراحل متطورة، هنالك عناصر مسلحة كانت السبب في تأجيج هذا الصراع خاصة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بسبب تحركات لبعض الجماعات المسلحة التي أدت لأن تتفاقم قضية الحدود السودانية الأثيوبية مؤخرا بصورة كبيرة جدا. قضية سد النهضة الآن في الوقت الراهن هنالك بعض الملفات السياسية التي عندما تختلف دولتين أو الدول الثلاث يتم ربط هذه الملفات بقضية سد النهضة من وقت لآخر، وتبادل الاتهامات ليس بجديد، ونتوقع أكثر من ذلك خلال المراحل القادمة إن لم تحل قضية الحدود السودانية الأثيوبية بين الدولتين، وكذلك غد يتم ربط تحركات مصرية في هذه المنطقة بأي اتهامات من الجانب الأثيوبي أو العكس تماما. الاتهام واضح سيد فؤاد، ما رأيك؟ لا أعتقد أن القضية على الحدود السودانية الأثيوبية، الحدود السودانية الأثيوبية لا علاقة بقضية سد النهضة، تلك قضية منفصلة تماما عن موضوع سد النهضة. الحدود السودانية الأثيوبية منذ العام 1902 و1903 وحتى في منتصف السبعينات حتى وحاليا، الحدود السودانية الأثيوبية يعني واضحة جدا، وفقط ينتظر أن تنشر النقاط الحدودية. الجيش السوداني حاليا انتشر وانفتح داخل الأراضي السودانية، لم يتعدى على الجانب الأثيوبي، بالعكس تاريخيا حتى الحكومة الأثيوبية أقرت بذلك أنه تم اعتداء على الأراضي السودانية عبر عصابات الشفتة وآخرين. الجيش السوداني في إطار حفاظه على المواطن السوداني وعلى الأراضي السودانية انتشر داخل الأراضي، أخرج المعتدين إلى خارج حدوده، ويعمل على حفظ وصون كرامة المواطن السوداني وحياته. يعني من الخطوم فؤاد عثمان أمين أمانة العلاقات الخارجية في المؤتمر السوداني والسودان، من أديس أبابا أنور إبراهيم الكاتب والصحفي الإثيوبي، شكرا جزيلا لكما.